السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن دواء لزيادة انتاج البيض، وهو دواء بيطري مش دواء بشري. بعض الناس ما بتحبش الادويه البشريه وبيقولوا عليها مش مخصصه للطيور، فاحنا حبينا نغير شويه. رغم ان الادويه البشريه يا جماعه فيها نفس العناصر الغذائيه بتاعه الطائر، هي ما فيش اختلاف، لكن بس بتبقى الجرعات محدده بشكل مختلف، فالناس بتتلخبط. رغم ان الموضوع ما يلخبطش، بالعكس الدواء البشري بيوفر كتير جدا لانك بتستخدم كميه اقل من الدواء. لكن ما علينا، النهارده معانا دواء بيطري معروف ومشهور والمزارع الكبيرة بتستخدمه، فانت بقى كمربي على السطح بتاعك لازم تبقى عارفه عشان انت كمان تكبر الانتاج اللي عندك، انتاج البيض تحديدا. قبل اي شيء اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. طيب احنا محتاجين نعرف مكونات الدواء، لان مكونات الدواء دي يعني هي المفعول بتاع الدواء. طب احنا عندنا قد ايه من فيتامين A مثلا؟ عندنا 8 جرام من فيتامين A و3 جرام من فيتامين D3، ده الثلاثة يعني، وعندنا 30 جرام من فيتامين E، وعندنا منجنيز 45 جرام، ومغنيسيوم 350 جرام، وزنك 100 جرام، حلو، ونحاس 15 جرام، ويودات 1.5 جرام، وسيلينيوم 5 جرام، وكوبالت 3 خماس جرام، وعندنا ايه؟ عندنا كلوريد صوديوم 60 جرام، وحديد 10 جرام، ودي كالسيوم 376.7 جرام. كل الحاجات دي هتحطها مع بعض هتعمل لك 1 كيلو جرام من الدواء. 1 كيلو جرام من الدواء فيه فيتامين A وفيتامين دال 3 وفيتامين E ومنجنيز ومغنيسيوم وزنك ونحاس ويودات وسيلينيوم وكوبالت وكلوريد صوديوم وحديد ودي كالسيوم. كل الحاجات دي متوزعة على الواحد جرام بنفس المقادير اللي قلت لك عليها. ده معناه ايه؟ معناه ان اكبر حاجة موجودة فيه مثلا من المعادن هتلاقي دي كالسيوم، دي اكبر نسبة، وهتلاقي مغنيسيوم برضو في نسبة كبيرة من المغنيسيوم، وفي نسبة برضو مش قليلة من كلوريد الصوديوم، وفي نسبة مش قليلة من الفيتامينات المختلفة سواء فيتامين A أو دال 3 أو فيتامين E، حلو، وفي برضو نسبة من قليلة مش قليلة من المنجنيز أو الزنك، في 100 جرام من الزنك. فتخيل حضرتك كل المكونات دي موجودة بشكل كبير ومتنوع داخل هذا الدواء. حلو، لما نستخدم هذا الدواء المفروض ان هو يؤثر على الطائر بانه شكل، المفروض ان هو يدي لك كل الفوائد اللي هنتكلم عنها. بمنتهى البساطة يا جماعة، الدواء ده موثوق جدا 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 ومجرب، واخد شهادة معتمدة ان هو يقدم للطيور البياضة، الدجاج البياض، عشان يديك معدل انتاج اعلى وافضل. حلو، مش بس يدي لك معدل انتاج اعلى وافضل من حيث عدد انتاج البيض اللي هو كام بيضة في السنة، لا، كمان بيدي لك معدل انتاج اعلى وافضل من حيث حجم البيضة، ومن حيث جودة قشرة البيضة، ومن حيث طعم البيضة، ومن حيث القيم الغذائية اللي موجودة في البيضة، ومن حيث كمان سرعة الانتاج، مش بس عدد وكثافة الانتاج، اللي هو الفرخة ممكن تبيض اكتر من مرة في اليوم الواحد، مرة في بداية اليوم ومرة في اخر اليوم، اللي هو يقلل عدد الساعات ما بين كل بيضة والتانية. ده كله بيعملوا ايه؟ بيعملوا الدواء اللي اسمه ميجا ماكس. ميجا ماكس يا جماعة للدجاج البياض، هتلاقي مكتوب اسمه كده على العبوة الصغيرة او الكبيرة، تمام، وطبعا انت ممكن تشتري العبوة الصغيرة خالص دي وتستخدمها للطيور بتاعتك، انما اصحاب المشاريع بيشتروه بالكيلو، مكتوب عليه كلمة ايزو، بيبقى مكتوب عليه كلمة جي ام بي، تمام، ومكتوب عليه تصنيع شركة 2M جروب، تمام، وده لصالح شركة فارما بريمير اصلا، والشركة دي موجودة في العاشر من رمضان في المنطقة الصناعية 1006 جنوب الجمركية
في القطعة رقم 27. يعني لو حضرتك حابب تروح المصنع بنفسك وتشوف بيصنعوه ازاي، هتلاقي المصنع في العنوان اللي انا بقولك عليه ده، موجود في مصر. يعني للي حابب يشتري حاجة مصرية موجود في مصر، بس طبعا ده لصالح شركة فارما بريمير، معرفش الشركة دي تبع مصر لا. لكن بشكل عام انت بتاخد دواء مفعوله كبير جدا، مفعوله سريع جدا، وطريقة تقديمه كمان بسيطة جدا جدا. لكن على فكرة طريقة التقديم استنى عليا هقولك تعمل ايه فيها، لكن اهم شيء دلوقتي تكون عارف ان الدواء ده بيخلي الطائر يستفيد من الاكل اللي في جسمه، مش هو الاكل ده مجرد دواء، يعني حاجة بتحطها على الاكل. لو مفيش اكل مفيد، لو مفيش اكل يزود انتاج، لو مفيش قيمة غذائية في العناصر اللي انت بتقدمها للطائر، فانت كده مش هتاخد حاجة من الطائر، لان انت ما بتدلوش حاجة. مجرد اعطائه الدواء بس سواء ده او غيره مش هيفيده باي شيء. الادوية اللي احنا بنستخدمها دي مهما كانت ساحرة ومهما كان مفعولها سحري وقوي وسريع وجبار وكل الكلام الحلو ده اللي في العناوين، لازم نأكد عليكم ان هي مجرد ادوية. يعني ايه؟ يعني بتستخدم علشان تعالج النقص وتخلي الطائر يبقى افضل من حيث الانتاج ومن حيث تقوية العظام ومن حيث المناعة ومن حيث كل الكلام ده وقشرة البيضة. لكن في الاساس لازم يكون الطائر بياكل كويس علشان ياخد الفايدة من الادوية. طيب ميجا ماكس هنستخدمه ازاي؟ حضرتك هتروح لي الطبيب البيطري، الطبيب البيطري، وتقوله انا عندي عدد معين من الطيور، وتشوف عنده الدواء ده متوفر على هيئة ايه؟ هل متوفر على هيئة كيس صغير؟ لو لقيت كيس صغير من اللي هو 100 جرام او 50 جرام هتجيبه حضرتك تمام وتستخدمه للطيور بتاعتك. لو لقيت الكميات الكبيرة بقى بالكيلو والكلام ده لا ابعد عنه، الا لو انت صاحب مشروع كبير. خد بالك لو انت صاحب مشروع كبير هتلاقي نفسك بتحتاج للدواء ده بشكل متكرر، لانه فعلا فعلا بيوفر على اصحاب مزارع انتاج البيض، يعني بيخليهم يوفروا في الفلوس، مش يصرفوا زيادة عن اللزوم، لا بيوفروا في الفلوس، ومن ثم انتاجهم وارباحهم وكل الكلام ده بيبقى عندهم افضل. فانت هتسأل الطبيب البيطري تقول له انا عندي كام عدد من الطيور، احتاج لهم كمية قد ايه، وهو هيقول لك الجرعة المناسبة لحالة الطيور. حلو، الجرعة المناسبة لحالة الطيور واللي هي غالبا بتبقى 5 جرام من الدواء على كيلو العلف. 5 جرام من الدواء ده على كيلو العلف، وده دواء بيطري مش دواء بشري، يعني الجرعة بتاعته بتبقى كبيرة اهو، 5 جرام مش حاجة اقل من كده تمام. هيكون مؤثر معاك بشكل سريع ومكثف في انتاجية البيض، ومش بس انتاجية البيض كمان من حيث المناعة ومن حيث حاجات كتيرة جدا تتعلق بصحة الطائر بشكل عام. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.